بهجة رمضان وفرحة رمضان وحلاوة رمضان بفوانيس المضوية وضحكة عيال مداوية، وفي الحي بنادي أحمد على فؤاد ويوسف ومحمد، يلا يا سعاد وسميرة ودعاء، جانا رمضان ومعاه الفرحة كمان. لقاءنا رح يكون مع الأطفال اللي فرحتهم بتكون في كل حي ودار، فخليكم معايا مشاهدينا الكرام. زينة رمضان هم الأطفال اللي بيحلى بوجودهم في كل مكان، فخلونا ناخذ لقاء معاهم. كل عام وانت بخير. انت بخير. كيف رمضان معك؟ تمام الحمد لله. شو كنتوا بتعملوا قبل شوي؟ قاعدين بنلعب. بتحبوا رمضان؟ كتير. ليش؟ عشان بنفطر وننزل نلعب. بعد ما نفطر بتشارك ماما وبابا الفطور. تحضر معاهم الفطور؟ طبعا. تفوت على المطبخ تقول انا جعان بدي اكل. صحيح؟ يعني بتصوم رمضان؟ طبعا. بتصلي بتروح على الجامع؟ صلاة العشاء بعدين تصلي التراويح؟ صلاة التراويح بعد العشاء. شو قولي انت في رمضان شو بتعمل؟ بتسحر بعدين بنام بعدين بصحى اصلي الفجر. بعدين بضلني قاعد نايم بعدين بصحى العب وهم قدم المغرب بافطر بعدين بنزل العب. طيب احنا طبعا بعد ما بنفطر اول حاجه شو بتفكر تعمل بعد الفطور؟ بقعد شوي. تنزل على الشارع بعدين؟ تلعب مع اصحابك؟ ولا شو بتسوي مع اصحابك؟ بنجيب فرقية وبنلعب. فرقية حلوة الفرقية في رمضان. طيب شو اسمك؟ مجد. مجد، مجد قل لي انت بتحب رمضان؟ ليش بتحب رمضان؟ عشان ما بصوم فيه. وشو كمان بتعمل؟ وصلاة المغرب افطر. اها تفطر، تقول لماما جعان انا بدي افطر، يلا خلص مش قادر استنى. بتقول لها هيك؟ قل لي بالضبط شو بتقول لها؟ بقول لها جعان. شو بتقول لك؟ بقول طيب كان عندي حق ثاني. ولما انت بتفطر بضلك موجود على السفره طبعا بتستنى الاذان، احكي لي لما انت بتستنى الاذان بتسمع شو بتروح تقول لماما وبابا؟ بقول له هيو اذان. وبتفطر على طول صح؟ طيب بعد الفطور شو بتعمل؟ بروح العب مع اصحابي. شو بتساوي؟ شو بتجيبه؟ شو بتعمله؟ العب بالفرعية. بتشغل الفوانيس طبعا. حلو رمضان صح؟ طيب شو اسمك يا حلوة؟ بتول. بتول حلو كتير اسمك. مين سماكي؟ سيدة الله يرحمه. الله يرحمه. بتحبي رمضان؟ ليش بتحبي رمضان؟ عشان بصلي. بتصلي فيه وبتصومي؟ طيب شو بتحبي الفوانيس؟ انا شايفة اني وانت حاملة فانوس معاكي. كنت قبل شوي شو بتعملي؟ كنت بتلفي مع البنات تلعبي معاهم صح؟ صح. طيب شو بتحبي دايما انت تقولي لماما في رمضان وتقولي لبابا ولخواتك؟ تقولي لهم كل عام وانتم بخير صح؟ صح. واحنا بنقول لك كمان كل عام وانت بخير. الامور الثانية اللي لابسه لون ابيض شعرها ناعمين، شو اسمك؟ مريم. مريم حلو اسمك. مريم بتحبي رمضان؟ شو بتعملي في رمضان؟ قولي لي. انا بصلي وبلعب. اها شو بتلعبي؟ قولي لي. بلعب. بلعب مع اصحابي. اصحابك ومع اخوكي؟ شو اسمه اخوكي؟ مجد. حبيبتي. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو بتسوي في رمضان؟ بنصلي صلاة التراويح. حلو. شو كمان؟ وبنصوم. بتصومي. صيام متعب؟ لا. لا، يعني حلو كتير انه احنا نكون مؤمنين وايماننا قوي صح؟ ونسمع كلام ربنا. نصلي ونصوم ونسمع كلام ماما ونساعدها في المطبخ. بتساعدي ماما في المطبخ؟ شو بتعملي معاها؟
بمسح. بتعملي معها سلطة، بتسوي عصير، بتجهزي السفرة، بتنقلي الصحون. صح؟ بتقولي لها ماما أنا بحب الشربة، شو بتحبي الشربة؟ شو بتحبيها؟ شربة عصفور. طب بعد الفترة أنت شو بتعملي؟ تروح تلعبي مع صحباتك؟ شو بتلعبي؟ نلعب نتفرج. والفوانيس؟ حلو الفوانيس؟ ليش حلو الفوانيس؟ عشان رمضان، عشانها بتغني وحوي يا وحوي. صح؟ صح صحيح. جبت معاكي الخير كله. قديش حلو رمضان؟ كتير. ليش؟ لأننا بنلعب فيه ونصوم ونصلي صلاة التراويح. بتصلي صلاة التراويح، بتحافظ عليها صح؟ أكيد. طبعا رمضان له أجواء مختلفة مع الأهل. صحيح. أكثر حاجة بتحبها في رمضان؟ الصوم وصلاة التراويح. شو بتعمل مع أبوك في نهار رمضان؟ تطلع بتروح معاه السوق، بتشتري شوية أغراض للبيت، تخلي ماما تشتغل طبعا وتعمل فطور رمضان. صحيح. بتجهز معاها في البيت إشي؟ أكيد. شو بتجهز معاها؟ السلطة. بنرتب البيت. هلأ بعد الفترة كل الأولاد بيطلعوا بيلعبوا بالشارع، شو أنت بتساوي؟ بطلع بلعب معاهم، وبنشتري فراقيع، وبنلعب منولع السلكة. السلك طبعا، يعني غير الفرقية السلك كيف بتولعوا، شو كيف بيكون منظره؟ بيطلع زي لون النار. بيكون له أجواء خاصة صح؟ صحيح. وفي صواريخ وفي في أمور كتير هيك الأطفال بيلعبوا فيها، وبتعطي جو حلو كتير في الليل. صحيح؟ صحيح. طول شهر رمضان وأنتوا بتلعبوا مثل هيك. شو كمان أنت بتسوي أنت وأصحابك تلعبوا؟ بنلعب ونطلع. كورة مثلا؟ نلعب كورة في النهار. تمام، احنا بنقول لك كل عام وانت بخير، شو حابب تقول لماما وبابا؟ كل عام وانت بخير. شو اسمك؟ اكل برعي. شو اسمك؟ اكل برعي. مين سماك؟ ماما؟ طيب قل لي انت شو بتعمل في رمضان؟ ولا حاجة. ولا حاجة ولا حاجة، بصومش؟ بصومش. ولا نص نهار؟ ولا نص نهار. ولا نص نهار. بعدين نايمان عصير. طب يعني انت بس بتلعب في الفانوس؟ عشان وحوي وحوي صح؟ مرة عمتي جابت واحد. جابت لك يا عمته؟ بتحبها لأنه هي جابت لك صح؟ واحد. شو لونه؟ ايش اللون؟ زي هيك ذهبي. ذهبي زي هذاك الماء هادي. طيب قل لي أنت لما بيطلع أخواتك معك يلعبوا في الشارع بتلعب معاهم؟ التفاح. شو اسمك؟ خالد. خالد بتحب رمضان انت صح؟ ليش؟ عشان بلعب في الفانوس. في الفانوس. بابا باخذك على السوق في رمضان؟ بتشتري مخللات؟ وشو كمان؟ فلفل. وفلفل وندورة. عيني. شو كمان؟ جزر. وين بتودوهم؟ لمين؟ لماما. شو بتعمل فيهم ماما؟ بتعمل فيهم سلطة. وانت بتحب سلطة ماما؟ شو كمان بتقول لها اعملي لي؟ اكل. بتاكل اكلها زيكي ماما؟ وفي رمضان؟ بتقعدوا على السفرة مع بعض؟ شو بتساووا؟ نعمل. تاكلوا؟ صحيح؟ طب شو بدك تقول لماما عشان رمضان اجا؟ انا بحب رمضان عشان العب في الفانوس. واحنا كمان بنحبك وبنقول لك كل عام وانت بخير. حبيبي. شو اسمك يا أمورة؟ بستان البرع. يسعدك يا بستان. قولي لي انتي بتحبي رمضان؟ كتير. ليش بتحبي رمضان؟ نقعد نفرقع من البسات. نعبد ربنا. رمضان له أجواء حلوة كتير في البيت صح؟ صح. أكتر حاجة بتحبيها في رمضان؟ الصوم. وبتصلي طبعا؟ طبعا. قولي لي كيف بتساعدي ماما في المطبخ؟ بنساعدها، بنقطع سلطة وبنعمل رز وكل شيء. يعني مثلا احنا بتفوتي على المطبخ بتقولي لها ماما يا ماما انا بدي اليوم انا اللي اسوي سلطة، انا اليوم بدي اعمل عصير ليمون صح؟ بتقولي لها هيك؟ صح. طب قولي لي شو الطبخة اللي خربتيها؟ شو السلطة اللي خربتيها؟ مرة وانا قاعدة بقطع جرحت حالي. جرحتي حالك؟ يعني ما خربت معك بس جرحتي حالك. طب المرة هذه كوني انت تديري بالك حالك صح؟ صح. شو بتقولي لماما وبابا؟
كل عام وانتم بخير. واحنا كمان بنقول لك كل عام وانتم بخير. فرح بفرحة الأطفال يزداد الأمل. كل عام وأطفال فلسطين بألف خير. تمر ومي تفلكوا الحي. أوجي يا أولاد، أوجي يا أولاد، أوجي يا أولاد، أوجي يا أولاد.